طيب تعالوا نروح لبرضو مبادرة أخرى، واحدة من المبادرات الرئاسية شديدة الأهمية بالمناسبة، وخصوصا كمان إن إحنا يمكن بدأناها من قبل ما نبقى إحنا اللي بدأناه من زمان كدولة، يعني قبل ما نبقى إحنا اللي هنستضيف كوب 27 في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية. كوفيد 27 في شهر نوفمبر. المبادرة بتاعتنا هي مبادرة إحلال السيارات المتقدمة، واللي مر على تاريخ إنتاجها أكتر من 20 سنة. حصل إيه بقى في المبادرة؟ اتسلمت أكتر من 21,480 عربية جديدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي أو وقود مزدوج. ده من وقت إطلاق المبادرة في يناير 2021، إحنا أهو في أغسطس 22، يبقى إحنا بقالنا سنة وسبعة أشهر. شوف إزاي يعني لحد نهاية شهر يوليو هذا هو الرقم. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أستاذ يوسف، بسيادتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور طارق، يمكن الأول هسأل، هل دي الأعداد اللي إحنا بنطمح ليها في الإحلال، ولا لازم نشجع المواطنين أكتر لأنه ده في مصلحتهم بشكل مباشر؟ يعني منذ بداية المبادرة في يناير 2021 زي ما سعادتك ذكرت، كان مستهدف لهذه المبادرة أن يتم إحلال حوالي 250 ألف سيارة عبر ثلاث سنوات، ويعني بمعدل 80 ألف سيارة سنويا. والحكومة بالفعل يعني وضعت خطتها لهذا الأمر، سواء من تمويل مادي أو حوافز أو ائتمان مصرفي وغيره لهذا الغرض، ولكن بعض العواقب اللي يمكن نسردها بعد ذلك يعني أدت إلى تقليص الأعداد على مستوى العالم نتيجة قلة أعداد السيارات. ولكن نحن ما زلنا نضع في خطتنا في المبادرة أن يتم إحلال السيارات القديمة المتواجدة في الشارع المصري، ومن خلال التيسيرات والتسهيلات اللي المبادرة بتتيحها للمواطن المصري. إيه الناس مش متشجعة قوي ليه؟ يعني 21 ألف عربية، مع أنه بحسب الأرقام اللي حضرتك ذكرتها المفروض نكون عملنا إحلال ل 120 ألف عربية. يعني هنقول إن العدد اللي حضرتك ذكرناه 21 ألف عربية، إحنا ربما حتى اليوم أتمنا تقريبا حوالي 21,500 سيارة جديدة تم تخصيصها وتسليمها للمواطنين. ونقول يعني قياس هذا الرقم نقيسه الأول على معدل الطلبات اللي موجودة على الموقع. نحن نتعامل مع الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة مع حوالي 40 ألف طلب على الموقع، يعني احنا سلمنا حوالي دلوقتي معدل 50% من هذه الطلبات. ولكن بنقول ان الأعداد الراغبة في المشاركة في المبادرة أكثر بكثير من هذا، ولكن آليات المبادرة وشروطها أحيانا بتحول دون المشاركة، خاصة في المحافظات الراغبة في المشاركة، لأن احنا بنتعامل مع حوالي 9 محافظات حاليا، وباقي المحافظات جاري تجهيزها. وأعتقد عند مشاركة باقي المحافظات سوف تتضاعف الأعداد نتيجة الراغبين بالفعل في الإحلال داخل المبادرة بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور، ونتمنى أن كل الناس تشارك في هذه العملية. كل الشكر للدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات. خليني هقول لك أنه هي في مصلحتك، أنت هتوفر فلوس قد كده من مسألة الغاز بس، ده غير أنك هتاخد عربية جديدة مريحة أريح كتير من اللي أنت سايقها، مش كده ولا ايه؟ عربية اللي سايقها تعبت بقى، يعني بالتعبير المصري بتاعنا يقول لك العربية فتحت بقها. خلاص هنجيب واحدة زيرو، واللي فاضل في السعر هيتقصد تاتا تاتا. ممكن بعد إذنك تعمل كده؟ والله لازم مصلحتك، احنا مش كسبانين حاجة.